مرحبا، مساء الخير، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. راح اخذكم جوله سريعه بشوارع اليونان باثينا، هاي منطقه اخر نون. كمل الفيديو وياي للاخير وشوف الاجواء الطبيعيه باليونان والحياه والناس شلون عايشه، واجواء ليليه طبعا كلش كلش حلوه راح تشوفها بعد ما نصعد هذا الدرج. كمل الفيديو ويانا للأخير، نتابع وياكم هسه. حاليا جاي اتمشى بمنطقة آخر نون، تبعد عن مركز مدينة أثينا اللي هي منطقة أمونيا تقريبا 10 دقائق مشي. منطقة مكتظة بالأجانب خاصة بالليل، ومثل ما جاي يشوفون هسه الأجواء الليلية هاي طبعا يسمونها منطقة الكنيسة، يعني آخر نون، منطقة آخر نون يعني قريبة على الكنيسة. دائما هنا ملتقى العالم تلتقي بها بالنهار وبالليل، يعني مكتظة لحد الساعة تقريبا الساعة 2 بالليل أو 3 بالليل حوالي. هاي حركتها مستمرة. هسا هذا التصوير جاي أصوره حوالي الساعة بالـ11 بالليل. هذا ابني إيليا يراد الميزانية وبالانس، شلون يركض يعتقد ضارب عدة بنشر يمكن على العموم شوفون هسه هذه الصفحة الثانية يعني من الكنيسة، الباب الرئيسي هذا من الكنيسة بمنطقة آخر نون. هاي الكنيسة طبعا كلش كلش مشهورة، يعني لأن أكبر الكنائس أنا أعتقد هنا موجودة بالعاصمة أثينا. وهاي العالم تلعب ومتونسة والأجواء طبيعية طبعا ما بعد كورونا، لأن الحظر تقريبا انتهى عندنا، يعني اكو اجراءات بس خفيفة، مثلا بالباصات نلبس كمامات او بالسوبر ماركت نلزم سروهم كمامة لازم، يعني يفوتون قسم مرة قسم. وهاي اسواق عربية يبيع شغلات عربية، يعني كل شيء عربي يبيع. طبعا اكو محلات يونانية بس تعزل لحد الساعة 9 بالليل، يعني عندهم قانون يفتحون ايام محددة وساعات محددة، العربي يفتح اي وقت. انا جاي اشتري من هنا حبات حب شمسي، ولازم اكرس، تدرون العراقي وين ما يروح لازم يكرز ويقرض 24 ساعة، 24 ساعة يكون يقرض وين ما يقعد. هذا بهارات اللي يحب البهارات، فلفل وهسوالف، هاي كمون، وهذا اندومي هم تشيس بيورو بخمسة كياسة، وهاي هي يعني هاي هي بس عربية. وهذا الشارع يعني بعد ما نخلص الكنيسة، يعني من عنده شلون مربع هو صاير على شكل مربع، يعني مأطر الكنيسة، نتجه من عند المنطقة أمونيا اللي قلت لكم تبعد عنا 10 دقائق تقريبا مشي. وهاي نرجع هسه مرة ثانية، رجعت لكم لساحة الكنيسة اللي أنا اليوم بيها. وهذا التمثال مال الحجي الله يرحمه، ما أدري مولود بالـ37، ما أدري ميت بالـ37، هذا مخليله تمثال. لو بالعراق شو سووا له مقام، وهسه زرقوا شفين حنا والعالم تزور وتندعي يا رب ويك الفلس. لا خل اقرش شبس، راح اختم لكم هذا الفيديو من منطقة كتخاكي اللي موجودة بالعاصمة اليونانية أثينا، واقول لكم الصبحون على الف خير. ولو جاي اصور الفيديو الساعة بالـ5 الفجر، سيو نيكس داي، بشوفكم بكرة باشر نلتقي، مع السلامة وفي أمان الله، وتصبحون على ألف ألف خير.